طيب احنا انا من هشيل ده من الانمي. على النار. ها الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة بركاته. انا سعيدة جدا ان انا كلمت الاستاذة رجاء والاستاذ عمرو اول واحنا مرة، سعدة والله بيكي. زي والله المتصلة اتفضلي. القبلية، احنا سعدة فرحانة بيكي. جدا. اتفضلي. انا بخصوص بقى الموضوع بتاع الازواج ده، اي انا بحب ان جوزي يبقى جنبي على طول، يعني حاجة تسعدني. وهو حلو. نفس الحكاية، يعني بيحب انه يفضل في البيت على طول، ما بيخرجش ما بيخرجش. خلاص ممكن افهم خالص. حضرتك ليه حابه انه يقعد جنبك؟ بس سؤال بسيط سهل يعني. ببقى سعيده جدا وهو جنبي، اما بيخرج ببقى متضايقه جدا وعايزه اروح. وهو نفس الحكايه الحمد لله. يعني مش مجبر على القعاد، هو بيقعد برغبته. لا لا ده انا يعني ممكن اقول لحضرتك حاجه مش هتصدق، يعني هو طلع قدم على استقاله عشان يقعد جنبي. استقال عشان يقعد جنب حضرتك؟ لا بتهزري؟ والله العظيم. وانت مبسوطه قوي الموضوع؟ وانت صدقتي؟ لا لا لا، هو استقال ولا أقيل؟ لا 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 يعني فاهميني. لا 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 لا، ده كان رتبة كمان والله. يعني كان هو طلع معاش. هلا يبقى حقيقي استقال فعلا؟ لا طب. هو كان كان طلع معاش، بس هو يعني كان المفروض يقعد، بس قاعد عشان خاطر يقعد جنبي. طب حضرتك برضه انا ما فهمتش حضرتك ليه بتحب يقعد جنبك؟ يعني ما بعرفش ليه الستات بيحبوا ان الراجل يقعد جنبهم، يعني بحب ليه؟ جوزي جنبي، بحب انه يفضل جنبي على طول. ايوه ليه؟ بتكلموا في ايه؟ بتكلموا في ايه يا حبيبتي قولي لي؟ نعم؟ بتكلموا في ايه؟ ده كان يعني مش قادره اقول لك ان كل حاجه يقعد يحكيها لي، كنت انا بستمتع بكل حكاوي. حتى شهر اكتوبر ده، من اول شهر اكتوبر ده عيد ميلادي في شهر اكتوبر. انت برج الميزان؟ انا 28، انا 10. انت عارف من اول اكتوبر لحد اخر اكتوبر لازم يحكي لي كل الذكريات الحمد لله. كل ذكرياتك انت يعني بيحتفل بيكي عيد ميلادك شهر كامل؟ كامل. وبعدين هو كان بقى رتبه في الجيش، ويحكي لي بقى ذكريات البطولات بتاعه القوات المسلحه، ببقى انا بقى سعيده وفرحانه، وبيفضل يحكي لي كل حاجه اتعلمت منه. حاجه حلوه قوي قوي، حاجه جميله. وبعدين ساعات كنت بزهق بقى، اقول له ايه كل شويه ينادي عليا، اقول له خلاص بقى كفايه بقى كفايه كمان لازم يقعد يتصور. كان كمان بينادي عليكي تقول له خلاص زهقت بقى خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا هو الفرق بينكم كام سنه؟ لا 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 العظيم، ها الفرق بينكم كام سنه؟ الفرق بيني وبينه 11 سنه. وحضرتك بتشتغلي؟ لا ما بشتغل، ما خلانيش اشتغل، انا قعدت جنبه. لا ما هو استقال يعني. والله يا فندم حضراتكم حالات لا يعني. لا بس والنبي حاسب درس. والله لا هتتحسدوا. الله اكبر، ما تحكيش الموضوع ده قدام اي حد. ما تقوليش قدام يا حد يا استاذ عم. نعم يا فندم.